النهارده هقول لك على 6 حاجات لو اتخليت عنها في حياتك اوعدك هتعيش مرتاح نفسيا. اول حاجه لازم ما تعملهاش في حياتك هي انك ما تصدقش ابدا السيناريوهات اللي عقلك بيرسمها لك. علم النفس بيقول ان عقل الانسان متبرمج بشكل لا شعوري انه يفترض الاحداث السلبيه. يعني مثلا لما تكون عايز تعمل حاجه والحاجه دي هتعملها لاول مره، زي مثلا انك هتروح شغل جديد او انك هتجرب مشروع جديد او انك هتقابل شخص اول مره تشوفه، هتلاقي عقلك بشكل لا شعوري بيقول لك ان الشخص ده لو قابلته مش هتبقى عارف تتكلم معاه كويس او تتعامل معاه، وبالتالي هتلاقي نفسك بتتجنب انك تقابل الشخص ده. هتلاقي عقلك بيقول لك ان مشروعك ده هيفشل، وهتلاقي نفسك بتتخيل نفسك ان فعلا مشروعك ده بيفشل، وهتلاقي نفسك بدات تحس بالخوف من انك هتخسر فلوسك. هتلاقي عقلك بيقول لك غالبا انك مش هتنجح، لان زي ما قلت لك من شويه ان عقل الانسان متبرمج تلقائيا بشكل سلبي. كل اللي عايزه منك انك تطرد السيناريوهات دي من عقلك بانك تتجاهلها تطنشها. عايزك تطبق مبدا كده، بصراحه انا دايما بطبقه في حياتي، مبدا انك تكتشف. يعني لما تلاقي عقلك بيرسم لك سيناريوهات سلبيه قول لنفسك وقتها خلينا اجرب، خلينا اكتشف بنفسي ايه اللي هيحصل لو انا جربت. هتلاقي عقلك بيقول لك ان علاقتك بفلان مش هتنجح، هتلاقيه بيقول لك انك لو قابلته مش هتعرف انك تتكلم معاه او تتعامل معاه. عايزك انا ترد على عقلك بسرعه وتقول له تمام، خلينا قبله واكتشف بنفسي هل فعلا هعرف اتعامل معاه ولا مش هعرف. يعني حاول تعيش على فكره انك تكتشف ايه اللي هيحصل مش انك تفترض ايه اللي هيحصل، لانك لو بدات تفترض ايه اللي هيحصل فغالبا كل افتراضاتك هتكون سلبيه، والنتيجه انك هتلاقي نفسك وقفت مكانك وما عملتش حاجة. تاني حاجة لازم ما تعملهاش في حياتك عشان تكون مرتاح نفسيا هي انك ما تدورش على الصدق في اللي حواليك. اكتر حاجة كنت بعاني منها زمان هي ان انا كنت بدور على الصدق في كل اللي حواليا. كل شخص كنت بقابله او بتعامل معاه كنت ببقى عايزه يكون دايما صادق، ببقى عايزه يكون طيب، ببقى عايزه يكون ما بيكدبش، وبالتالي دايما بحاسبه، دايما بلاقي نفسي براقبه. وفي النهايه لما بيطلع انسان مش كويس ويخالف توقعاتي بلاقي نفسي حزنت، وبلاقي نفسي بقول لنفسي ليه الناس كده، ليه الناس بتفكر بالطريقه دي. الشيء الوحيد اللي انقذني من ده وغير حياتي تماما هو ان انا خلاص تقبلت ان في نفاق، تقبلت عادي جدا انه في كذب، وبدل ما كنت بدور على الصدق في اللي حواليا بدأت أهيئ لنفسي وأعلم نفسي إزاي أتعامل مع نفاقهم. يعني اللي عايزه منك إنك تتعامل مع اللي حواليك باحتمال إن إذا كانوا هم طيبين وصادقين دي حاجة كويسة جدا، ولو كانوا مش كويسين أو كدابين فتبقى عارف إزاي تتعامل معاهم. أوعى تقف مكانك وتتوقع إن الناس هيكونوا صادقين، لأنك لو توقعت ده دايما وطلع الموضوع عكس توقعاتك فده هيخليك حزين طول الوقت ومكتئب وهتبعد عن الناس، وهتبقى عايز تاخد جنب لوحدك وتبعد عن الناس لما تكتشف ان اللي حواليك مش زي ما انت كنت متوقعه. ثالث حاجه بعد ما تخليت عنها بقيت شخص هادي جدا ومبسوط معظم الوقت، اتخليت عن فكره انه مش شرط ابدا انه لازم كل حاجه حواليا تبقى كويسه وماشيه تمام. انا عارف كويس جدا انك عايز كل حاجه حواليك تبقى كويسه وماشيه تمام، سواء في شغلك في دراستك في علاقتك، بس ايه يعني لو كان في حبه مشاكل في حياتك؟ دي حاجه طبيعيه جدا. بس اللي مش طبيعي واللي مش هيخليك مرتاح نفسيا ابدا هو انك تبقى عايز تحل كل مشاكلك دلوقتي في اللحظه الحاليه. اللي عايز افهمه لك ان انت مش مجبر ابدا انك تحل كل مشاكل حياتك حالا، حاول ان انت تصلح اللي انت تقدر تصلحه دلوقتي، اما المشاكل اللي انت شايف ان هي صعبه جدا عليك حاول ان انت تصلحها مع الوقت مش لازم دلوقتي. اهم حاجه في كل ده هو انك تكون بخير بالرغم من كل اللي بيحصل حواليك من مشاكل. وعشان تفضل بخير لازم تستوعب فكره انه عادي وطبيعي ان انت احيانا ما تكونش بخير. رابع حاجة لازم تستغنى عنها عشان تكون مرتاح نفسيا، لازم تستغنى عن فكرة ان انت لازم طول الوقت تجري ورا الفلوس، لانك لو فضلت تجري ورا الفلوس طول الوقت وبس هتخسر حاجة مهمة جدا، هتخسر احترامك لنفسك. هتلاقي نفسك بتعمل حاجة انت مش مؤمن بيها ولا مقتنع بيها ابدا وحاجات مش راضي عنها، بس في النهاية انت بتعملها لانك بتجري ورا الفلوس وبس. اللي احسن من انك تفكر في الفلوس طول الوقت هو انك تفكر ايه اللي انت محتاجه في حياتك بالظبط؟ ليه اصلا انت محتاج فلوس كتير؟ ايه بالظبط اللي انت محتاجه؟ عربية، شقة، محتاج تسافر لمكان معين؟ ليه عايز الفلوس؟ لما تسأل نفسك
سؤال زي ده، ساعتها هتعرف بالظبط ايه هي كمية الفلوس اللي انت محتاجها. ولما تعرف انت عايز فلوس قد ايه، هتبدأ تعرف ازاي تبدأ من دلوقتي بالمتاح معاك. خمس حاجة لازم تستغنى عنها عشان تكون مرتاح نفسيا، ان انت تحاول تشيل من دماغك ان انت لازم جسمك طول الوقت يكون جسم مثالي. خليني اقول لك حاجة مهمة، لو كانت الرياضة مش هي مهنتك اللي انت بتكسب منها فلوس، فحاول ان انت ما تخليش ابدا ان هدفك طول الوقت يكون ان انت دايما فورمة وجسم مثالي. خلي هدفك ان انت تكون صحتك كويسة. في ناس بتبعتلي على انستجرام لما بيشوفوني بتمرن تقريبا يوميا، فبيسألوني محمد انت ليه مش عامل فورمة جامدة زي الاول؟ الحاجة اللي هما مش فاهمينها ان انا بتمرن عشان احافظ على صحتي وبس. انا مش هدفي ابدا من التمرين ان انا اوصل لجسم مثالي وخلاص، لانك لو كنت بتتمرن عشان يبقى جسمك مثالي واو، ففي شكل حياة تاني خالص لازم تعيشها ونظام غذائي معين وطريقة تمرين معينة. اللي عايزك تفهمه في النقطة دي هو انك تركز دايما على ان صحتك تكون كويسة. لما تركز على صحتك هتلاقي نفسك بتهتم بنفسك بشكلك بجسمك في حدود الامكانيات المتاحة معاك، مش هتلاقي نفسك بتكتئب لمجرد انك زودت السكر شوية في اكلك. هتلاقي نفسك بتركز على انه انا صحتي كويسة، اموري ماشية تمام، وده اهم حاجة. واكتر حاجة عايزك تتخلى عنها عشان تكون مرتاح نفسيا هو انك تشيل من دماغك فكرة انك تشك في كل الناس. للأسف في ناس عايشين بطريقة تفكير في حياتهم بصراحة صعبة جدا، وهي فكرة انه بيفترض ان كل الناس اشرار لحد ما يثبته عكس كده. اللي عايزك تعمله هو العكس، هو انك تفترض ان كل الناس طيبين لحد ما يثبته العكس. يعني لما تيجي تتعرف على شخص جديد وعايز تتكلم معاه او تقرب منه، افترض ان الشخص ده كويس لحد ما يثبت لك عكس كده، لحد ما يثبت لك ان هو مش كويس. وبلاش تتعامل معاه من منطلق ان هو شرير وان انت مستني ان هو يثبت لك ان هو طيب. طب ليه ده مهم؟ لان افتراضاتك معاه او اللي انت بتستناه منه هو اللي هيحدد لك ازاي هتتعامل معاه. لما تقابل شخص وتفترض ان هو شخص مش كويس وتستنى ان هو يثبت لك ان هو شخص كويس، فغصب عنك طريقه تعاملك معاه هيكون فيها ظن سيء ليه طول الوقت، وهتلاقي نفسك بتدقق في التفاصيل معاه طول الوقت، وبالتالي هتخسره. اكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو ايه هي اكتر مشكله بتعاني منها، وهنحاول نقترح مع بعض الحلول عشان نتخلص منها.